يعني لحظات قليلة يتم التحق السادة المشاهدين الكرام والناس باش يشوفونا ويشوفوا هاد الحقائق الصادمة اللي غادي تفجر اليوم، لأنه هادشي اللي كتقولي لا يعقل بطبيعة الحال. أن البنت ديالك تزوج بالأخبارك أمر جد صعب. دار لحظات قليلة راه يتم يدخلوا السادة المشاهدين الكرام يلتحقوا بنا باش يسمعوا هادشي. هذا تزوجوها بالأخبارك انا ما عارفه مش طلع قد لا شتي والو. تيقول لك هذا راجلها وفينا هو هذا الراجل بعدا اصلا هو مريض هو بعدا بقي معايا ما عندوش الشروط ديالو. لحظات قليله غير فقط كإشارة لله ممنوع ديك الأسماء، ممنوع تشير بالأشخاص من فضلك. إذا تحية من جديد أجدد الترحاب بكل المشاهدين الكرام بكل المتابعين الأوفياء أينما كنتم في كل مكان مباشرة من مدينة بني ملال في هذا البث المباشر الجديد. لايف خطير جدا، علاش؟ لأن هذه الزوجة غادي تفجر حقائق جد صادمة، غادي تفجر شي حاجة اللي صعيب غادي تسمعها او غادي تسمعوا ليها تقول لا يعقل. صدق او لا تصدق، لان هاد السيده البنت ديالها تزوجت بالاخبار. انا مطلق. هاد السيده كانت متزوجه بطبيعه الحال، حاليا مطلقه مده ديال 7 سنوات تقريبا او 6 سنوات. الزوج ديالها كيستغل كي كي واحد الفرصه ديال الغياب ديال هاد السيده او الطليق ديالها عفوا، وكيزوج الابن او تيساند الناس اللي خداو هاد البنت منها كيزوجوها بلا خبرها. كتقول بانها غادي تحماق، علاش؟ لان ما شافتش البنت ديالها المده ديال سنتين تقريبا. غادي نخليكم معاها هي اللي غادي تكلف وتحكي لكم هاد الحقائق الصادمه. تفضل على الاسم ديالك والناس. الاسم ديالي نعيمه دحو، موظفه ببلديه بني ملال. تنسكن في جوهره الاطلس 2. بنتي ما عرفانيش حتى فين تنسكن، ما عمر بنتي ما دخلت لي الدار ولا عرفتني فين تنسكن. علاش؟ كنت خضعت واحد العمليه جراحيه، جاو هاد الناس داوها من الدار. امتى درت هي العمليه الجراحيه؟ في نفس التاريخ، في نفس التاريخ سنه 2020. واه في نفس التاريخ فاش درت العمليه الجراحيه تنتفاجئ فهاد الناس جاو داو البنت. شحال هادي باش طلقتي من الزوج ديالك؟ طلقت في 2014، درت طلاق شقاق. يعني انا اللي فكيت راسي منه اصلا. يعني 7 سنين 8 سنين تقريبا. واه 8 سنين. واه الزوج ديالك واش كتشوفي تطلع عليك كيجي؟ لا لا، ما عمره ما نفق، متابع بالنفقه اصلا، هو متابع بالنفقه. واخا خلي الورقه تا خلي الورقه. الزوج ديالك يعني او الطليق ديالك دابا عفوا، الطليق ديالك حاليا ما كيشوفك، ما كتشوفي، ما كتهضروش، ما تينفقش على البنت، ما عمره ما شافها كاع. كي دايره حتى نهار جدها جاو داوها هاد الناس. من بعد سنه 2020 انت مشيتي خضعتي لواحد العمليه جراحيه. خضعت العمليه الجراحيه. كانت بنتك معاك؟ كانت بنتي عايشه معايا بخير وتبرات ولات بخير. دابا حاليا راه كنت مني مشيت تبعتها، مني الدواء تبعتها لقيتها في حاله غير طبيعيه. صافي من نهار داوها وانا تنتعرض لجميع الاستفزازات والابتزازات وهجموا عليا البلديه. واخا واخا، كيفاش شنو هي الطريقه باش داو الابنه ديالك؟ كيفاش تداو؟ جاو هجموا كشطوني وداو البنت. منين؟ داوها من داري. من هاد الدار؟ لا، داوها من الدار اللي كنت ساكنه فيها، الدار اللي كنت ساكنه فيها قبل من هادي. وما هي داو من تما منين داوها؟ جاو هجموا الدار اللي كنت ساكنه فيها، هزوا البنت، داوها بلا بلا اذن بلا حتى حاجه. الله يعطيك الخير، ركزي معايا وما تنفعليش وعاودي لنا غير شويه بشويه. علاش؟ دابا الانفعال ما غادي ما تيخليش. واه عاودي لنا غير شويه بشويه وانا كنسولك وانت كتشوف. اذا من بعد ما هجموا عليكم والدار وداو البنت ديالك، شنو قالوا لك في هذيك اللحظه؟ ما كنتيش انت؟ لا ما كنتش، تبعتهم انا، تبعتهم بالفتحه ديالي. قلت لهم واش هذا الشيء؟ قالت لك شاد البنت راه ديالتنا، ما بقاش ديالتك، سير في حالاتك. كيفاش ديالتك؟ صافي وداوها بالقوه زعما، يعني مشغلو ما حتى في واحد. داوها ملي مشيت قال لك راه جوجناها، فينا هي؟ ما كايناش البنت عندهم وما شفتهاش. دخلت عندهم وما استطعتش باش نشوف بنتي، طلعوها الفوق هبطوني انا لتحت.
من بعد صافي، وانا من تما وليت تنطلبهم تنقول لهم انا بغيت نشوف. شكون اللي قال لك راه بنتك داو هاد الناس؟ لا حيك هما اصلا كانوا قالوا لي عطاها لينا، وقلت لهم لا. جاو عندك خطبوها من عند؟ لا ما خطبوش، عاهدروا عاهدروا في الزنقه، ما خطبوا ما حتى حاجه، عاهدروا عاهدوا. بغينا بنتك نزوجوها لولدنا. صافي قلنا لهم لا، حتى البنت ما بغاتش، حتى داوها صافي بالقوه داوها، ولكن ماشي هذا راه ماشي الدواء دابا ممنوع عليها تشوفني، ممنوع لي انا، ما يمكنش ليا نمشي عندهم. حيت فت مشيت عندهم ودخلت وما شفتهاش، سدوا عليك الباب وابتزوني واستفزوني وهددوني وقالوا لي دابا غتمشي في حالاتك ولا ما يعجبكش الحال. ودابا تيبقاو يقولوا الامن، قولوا لي هاد جي تشوف بنتها. انا اصلا راه ما يمكنش ليا ندخل عندهم، حيت هما كيفاش نمشي ندخل عندهم؟ ما جاو خطفوا البنت، خطفوا لي بنتي من داري، نمشي عندهم انا؟ راه ما يمكنش ليا. اشنو الموضع ديال الطليق ديالك في هذه القضيه؟ يعني واش الطليق ديالك حتى هو اللي ساندهم هو اللي ساندهم ليهم بنتك؟ ساندهم. وفاش نمشي عند الامن تندير شكايه تيقولوا لي الامن، رجال الامن تيقولوا لي باها هو اللي زوجها. باها ولكن باها لما عطاها فين عطاها باها؟ اصلا باها قدامه البنت في حاله غير طبيعيه وتيشوف فيها. هي قلتي لي مريضه في الودن، ومريضه ليها واحد الودن شويه تبرات، ودابا راه عاد تعصبت تمرض لهذيك الودن. دابا راه حاله، قالوا لي الناس راه حاله غير طبيعيه، وقالوا لي تتلبس عصناد مشرقين وتتمشي، يعني دوك الناس حتى هما راه ما فحالهمش. وهذيك البنت ما قاديش بعدا دوك الناس على الزواج، وهذاك الولد اصلا ما فيش شروط تاع الزواج اللي عطاوه بنتي بلاتي. لا هاد الولد اللي ولا الزوج ديال بنتك بلا علمك بلا اخبارك حتى هو من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ لا لا لا، هو ما خدام ما ردام و مريض نفسيا، ماشي زعما شي واحد اللي يساندها ولا اصلا خصها هي. انسان غير ساوي. غير ساوي، غير ساوي، ما فيهش شروط تاع الحياه الزوجيه، ما فيهش شروط ديال الزواج. ودابا المشكل دابا انا باش تفاجات تا عيطوا عليا، تا وليت نسمع الناس وتيقول لي خالهم اللي في العمل قال لي سير راه بنتك جناها حامله راه ولدات. كيفاش جتيها حامله؟ قال لي راه جتها حامله من عندك، وجابوا ليها ولد نسبوا ليها. صافي خلي الوضع قلب الاخر. نسبوا ليها ولد بان ولدات في 21/4/2021. كيف يعقل بنتي تولد في المستشفى وما نحضرش انا؟ ما يمكنش، وانا في نفس المدينه. دابا بنتي غريبه عليا، ما عارفه عليها حتى حاجه، وما وحابسينها ما خلاوهاش تجي. كما خطفوها خصها تجي، خصو يردوا الامانه لبلاصتها، انا ما عطيهاش ليهم. وهي اصلا ما قادراش على الزواج باقا. ما اذا الطليق ديالك هو اللي زوجها بدون علم؟ وهو هاد الناس متفقين. تاكدي بانه الطليق ديالك زوجها باقا متفقين. دابا هو اصلا هو متفق معاهم، متفق معاهم. انا فاش نمشي عند الامن تندير في الشكايه تيقولوا لي رجال الامن راه الوالي باها هو اللي زوجها، رباها يعني رباها. اذا في نظر رجال الامن الامر قانوني جدا، ولكن البنت في حاله غير طبيعيه، راه ولات مريضه، اقسم بالله الا ولات مريضه ونسبوا ليها دري. واش هذا اب تيشوف بنته مريضه وفي حاله غير طبيعيه؟ واصلا راه زعما الا تخضعت للعلاج كلشي غادي يبان. انا تنطلب تخضع للعلاج وتخضع للطب، التشخيص الطبي، بان بنتي انا تنقول بنتي ما والداش، ونسبوا لها دري بانها والده. وفاش نقولها تنتعرض للتهديد وتعرض لجميع انواع الاستفزازات والتهديدات. ولكن علاش هاد الناس انت تقولي وتتاكدي بان بنتك ما ولداش وما كانتش حامله؟ علاش هاد الناس غادي يجيبوا ولد وغادي يلصقوا ليها غير يسبوا ليها؟ علاش؟ شنو الهدف ديالهم؟ الهدف ديالهم باش يبقاو شادين البنت. صافي مستغلينها، يعني مستغله من طرف هاد الناس، كينشبوها بالولد كيفما مستغل من طرف هاد الناس. هاد الناس رانا تنطلب دابا، تنطلب الناس مسؤولين اللي تهمهم الامر، ورجال الامن راه كلشي في راسهم، وكلهم ساندوني وكلهم عارفين وبقيت فيهم وعارفين المشكل. وتنطلب الناس مسؤولين ورجال الامن، راه بنتي بغيت انا عاد تعرض للتشخيص الطبي. شحال هادي مشيتي جبتي؟ ما شفتهاش من نهار داوها، مشيت لتما للزمن. داوها في شهر 7/2020، دابا عامين هادي. واش كاين شي قانون تيقول بان بنتي ما تجيش عندي؟ تيقول لي ما واش غنقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل. انا دابا تنطلب بنتي تخضع للعلاج، وتنطلب بنتي تخضع للتشخيص الطبي، وراه بنتي راه ما واداش اصلا. هي النهار الاول فاش قالتها لي فاش ما دلتش تتشكي بان بنتك ما حملات ما ولدات بنتي.
هي راه قالتها لي نهار، قالتها لي نهار بعيد فاش مشيت فاش هددوني، فاش قالت لي راه حابسيني مع واحدة ماما مريض وانا تنتسنى الله. من تما البنت ولات في حاله ماشي هي هذيك، راه كاع مالين اوربيع كلهم عارفين هاد الناس ساكنين في اوربيع قرب عائلتي الطويل. بدون ذكر الاسماء اذا انت كطالبي من الناس ديال الامن بغيتي تشوفي بنتك تجي عندي، تجي نعالجها، خصها تعالج، خصها تعالج بنتي. وكطالبي بعلاج طلب تشخيص ولا تشخيص طبي، الكشف الطبي بان بنتي ما راه انا تنقول حك هي اصلا قالتها لي انا باش انا عرفت، راه هي اللي قالتها لي واش انا بنتي في نفس المدينه، في نفس المدينه وما نعرفش انا بنتي واش حامله ولا ولدات ولا مالي، انا مالي ماشي ام، وكانت عايشه بنتي، بنتي معايا احسن عيشه وتبرات، وراه الناس ولات مريضه معاهم شكرا وعايشه الاهمال. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما سمعتوا، كيف ما سمعتوا هي قصه صادمه، حقائق صادمه كتفجرها هذه السيده، يعني الطليق ديالها كيزوج بنتها بلا علمها بلا خبرها، وكيستغل واحد الفتره ديال الخضوع ديال العمليه الجراحيه، يعني دات واحد لوبيراسيون خلاوها مشات دير لوبيراسيون، هزوا الدريه الاب او الاب ديال الدريه يعني الاب ديال البنت، زوجها لهاد الناس بدون العلم ديال هاد السيده، بدون العلم ديال الام ديالها. بطبيعه الحال الام حالتها النفسيه جد صعبه، راه كيف ما شفتوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كتكلم وكترعد مسكينة، قبل البث المباشر كنشوف الحالة ديالها صعبة جدا جدا. مشاهدينا الكرام كنتمنى أنكم تكونوا استمعتوا لهذه القصة بإيمان وتكون لي العبرة كذلك بطبيعة الحال. وقل إلا نقول لكم إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق دائما، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.